ترك محجور، ترك المحجور قيل إذا ارتكب، إذا ارتكب هذا الإنسان المحجور مأمور بتركه، ارتكبه من ارتكبه كان هالكا ظالما لا عذر له بمرة مباشرة. هذا القول الأول. القول الأول أن ترك المحجور يعني أشد، هذا أمر محرم، هذا الإنسان ارتكبه. القول الأول أنه يهلك، يكون هالكا ظالما لا عذر له. القول الثاني وهو ذا من ماذا؟ من ارتكب، من ارتكبه فهو سالم إن لم يجد المعبر بشرطين. سالم. طيب إن وجد المعبر وارتكبه بعد تعبير المعبر ما سالم، هذا يجد المعبر، هذا لم يجد المعبر، كذلك يسلم بشرطين، يكون سالما لم يجد المعبر. أن يقول لنا ذا حرام، لو وجد المعبر لا يحل له أن يقربه. طيب ما وجد المعبر وارتكب، هذا الأمر يكون سالما بشرطين. الشرط الأول أن يكون ممن يعتقد التوبة، واحد، أن يكون ممن يعتقد التوبة من كل، من كل ما يلزم التوبة منه في دين الله تعالى. اثنين، أن يكون ممن يعتقد السؤال عما يلزمه السؤال عنه في دين الله، بهكذا يكون سالما إن لم يجد المعبر وارتكب محرما، محرما ولم يجد معبرا، إذن يكون سالما إذا كان يعتقد التوبة من كل ما يلزمه التوبة منه. الناس يقعون في بعض الأشياء، يروح في السوق، يروح يخرج ويقع معصية، يروح في المسجد، فلان عندك خردت 5 ريالات، قال هيوة في المسجدة يخرج 5 ريالات، أعطى ريال، هذه معصية ولا معصية؟ بيع، والبيع من هي عنه في المسجد، الصرف بيع، هو ما عنده، قال ما هين بيع، هذه خردة، فلان عندك خردة 5 ريالات، قال هيوة أعطاه 5، هذا صرف، والصرف بيع، والبيع من هي عنه في المسجد، إذا معصية، لكنه ما لا يدري، ما عبر عنه ولم يجد معبرة، لكنه يعتقد التوبة والمتاب عند الله سبحانه وتعالى.